السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة مع كتاب آخر. هذه المرة بعدت لكم شوية على لو ديفلوبمون بيرسونيل ونهضروا على لا كونسوماسيون. إذا هذا الكتاب الاسم ديالو هو بعنوان ترو سي كوم با اسي تاع ميلان جيلبير. هذه الكاتبة دير دي ريفليكسيون على المال، الوقت، الحرية والسعادة. ميلان جيلبير تساعدنا على إعادة النظر في عاداتنا اليومية وعلاقتنا بالاستهلاك، يعني الروتين تاعنا، ولينا اون سوسيتي دو سور كونسوماسيون، وكيف استعدادنا لتغيير هذا النمط من الحياة. هذا بالرأي ديالي. إذا تحس هذه الكاتبة بأن الحياة سباق بدون خط وصول. هذا الكتاب يساعدك على التوقف والنظر إلى الحياة بصورة أخرى مبسطة. الكاتبة تروي قصتها مع لا سور كونسوماسيون، إذن الاستهلاك المفرط، وتحاول تغيير حياتها بأخذ قرارات مختلفة وغير اعتيادية. إذن هذا تلخيص صغير درته لكم عن الكاتبة أو الكتاب ترو سي كوم با اسي. اذا ننصح به الناس اللي راهم داخلين في لا سور كونسوماسيون، عفوا الاستهلاك المفرط، وباش تعيدوا النظر في هذا الامر ونعاودوا نشوفوا الحياه الروتينيه تاعنا كيفاش راهي ماشيه. اذا نخليكم ونقول لكم على خير ويا من عاش.